يا سلام، شهيدة شهيدة يا جميلين. اوبا اوبا، هذا السكن يا جماعة يشبه سكنات الفرتم القديمة، ما عرف تذكروا. اليوم ان شاء الله هنحاول نحصل عليه يا جماعة ونجربه باللعبة. ما تنسونا بزر اللايك وشيراتكم وشاركاتكم، ونبلش اول لفة. ايوه يا بسم الله، هات لنشوف معلم اليوم حظنا. طبعا هون معلم في عندنا هون ثلج جديدة حاطينه، تجد الفانتوم معلم التنيومة تنين، يعني شيء. هو ما اسمه فانتوم، هو اسمه شلون شوف اللفة تبعه مرة ثانية، اسمه حظ الهالة الغامضة. اوه بس شوف التنين معلم عم بيطلع من هون، بيطلع التنين، شوف التنين بيطلع من ظهره بيجي من اوه افكت حلو 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 حلو. عندنا هون شو كمان؟ عندنا اللود بوكس، عندي اياه من قبل، عندي هي كاي في هي التنجيم. يلا شوف اول خمس لفات شو راح تحصل، شو راح يكون حقه معنا. اوبا اوبا، اول توكن يا سلام يا سلام، اول توكن معلم، امورنا بالوقت. هون يا جماعه شفت شغله طلعت لي، اوه وال ايش الحقيبه يا وال، عم من طلعت. اوبا ايش الحقيبه يا جماعه هاي، ول شو هي الحقيبه معلم يا زلمه؟ هي سوينا شوي معلم، ما بفهم شيء. حقيبه هي بيضه كانت والفقست وطلعت حيه، تمام؟ بعدين صارت حيه هيك، هي حيه، ول بعدين صارت شكل تنين. والله صدقني فكرت لك تنين يا جماعه، حيه معناها عندها جوينيح. يا سلام ديم يا طيبي ديم ديم، وانا قاعد عم بضرب شباب، كان تصوير موقف يا شباب وصارت معي مشكلة. المهم شباب هون وصلت للتوكنات حبيبي والله. هون بيعطينا هاي الشظايا هاي بنظن لفها مستهدفة، ويعطينا القنبلة حلوة هاي معلم مستهدفة، بتعطينا اياها باللفة. يعني يم زمان كانوا ما كان فيها الشارع اليسار، هلا صار بيعطونا هدول الشظايا بنظن نلفهم، يعني شيء بنروح بنصرفه بيرجع كمان، بنظن نرجع نلفهم مرة ثانية. اضافة حلوة. اوبا اوكي تمام. هاي التوكن الرابع من شباب، باقينا توكن واحد يا شباب، توكن واحد ناخذ هذا التسجيل عشان نجربه بعد شوي. حلو كثير حلو، ايوه تزبطه معنا التوكن. لا التوكن اعطوني الشيء، هي الشعرات معلم باللوز، هي الشعرات. واعتقد هنا حصلت على كل الاشياء الموجوده هون بالصندوق. في رومات ساعات حلو والله. باقي هذا الخنجر، سوون شوي الخنجر الخنجر الاخضر من الاصفر كل شيء بيقول والله. يلا ان شاء الله هي هذا التوكن الاخير معلم. لا 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 لا، ابو شريك ابو شريك، ما راح يمشي الحال هيك، يعني من الاخر عند هيك ما راح يمشي الحال. اعطينا التوكن الاخير يهديك ربي. يلا يا زلمه اعطينا التوكن معلم، ما نتاخر على الشغل يا زلمه. يلا ولو يهديك ربي. اوبا ايوه هذا هو. لا حول ولا قوه الا بالله. شو معلم؟ لا طول بالك، التوكن مضمون التالي خلال 260 لفه. 260 لا لا بمزح معي انت، لا بمزح معي هذا معلم. لا شو يا معلم؟ لا شباب معقول نسر؟ لا 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 شباب معقول اليوم؟ ثواني شوي، ايش عم يصير هون يا جماعه؟ يا ول اعطيني التوكن يا ول. لا لا ما معقول استلم من 215 لفه. لا هيك وضع معلم مش باللوز ابدا. كم صار على اللفه معلم؟ اوكي هي بلف. اوكي شو عم يصير؟ شو صار هون يا جماعه؟ عم بطلع لي كانت توكنات برجع بلف بضرب بلف بلف، شو عم يصير هون حبيبي والله؟ اوكي اوكي معلم نكمل نشوف. قول لي طلع لي السكين البنت، يا سلام هاي الرايحين مع الخير، طلع لي السكين البنت يا جماعه في حلو. اوكي وهي امنا سكين البنت حلو. طبعا ما بلعب سكينات البنات صراحه. قول لي لا معلم ظاهر معلم هذا السكين ما راح يطلع لنا ابدا يا جماعه. يلا يا ول اعطينا التوكن يا زلمه، هات التوكن يا ول. هي طلع لي الخنجر حبيبي والله. لا معلم ظاهر معلم 160 لفه، ثواني شوي. هينا التوكن، هينا التوكن يا ول. يا اخي شو فهمتوا شايف كل شوي
عم بيعطوني هذا هذول المعلومة، عم بيعطوني كل شيء، عم بصير عندي كثير منهم. شايفين معي كيف؟ يعني كل شوي عم باخذ اللفة هي، ثلاث لفات هي. يعني الصراحة ما بعرف كم عم صعب بصرف صرف لحد الآن، بس الظاهر حظي زبة يعني. والله حظي اليوم يا شباب، اليوم حظي زفت بزفت بزفت. ايوه يلا يا زلمة خلصنا بلوت. يا إلهي لا 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 يا جماعة الأيام وضع مو تمام يا شباب. انا اليوم معصب من فري فاير خلاص يا معلم. حزب فري فاير زباله يا معلم، ايش هو هذا؟ لا انا اليوم معلم فري فاير ما عجبتني خلاص. لا اليوم يا زلمي يعني لازم كنت انا يا اخي انا الغلط مني يا شباب، ركز معك، انا الغلط مني. لو كنت هيك قايل مع اسم فريم قبل شوي لك هذا اعطوني اياه من قبل يا جماعه. لا حول ولا قوه الا بالله. المهم هاي جمل سكيل توكن معلم، فكرت انه لازم استنى للاخر. لا والله طلع معلم حلو. اوبا المهم تعال السكيل شباب، حزمه هذا الغامض السلام. افتح تحصل على جميع عناصر الحزمه. حلو تعمل فتح بالتزويت. تعال ورا. واو اوه مان Wow. I should have finished those deep fried chicken wings from last night. والله شيء حلو. سو انا حابب نعمل هيك نظره على السكنات القديمه تاعت الفانتوم، ان شاء الله ما تكون بعيده علي من هون. اصبر شويه معلم، سوف ننزل هيك. وين السكنات الفانتوم؟ وين 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 وين؟ والله يا جماعه اذا ندور عليها حبيبي والله بدنا. وين سكنات الفانتوم؟ سو صلى على النبي شباب الله يسعد ليكم. وين سكنات الفانتوم؟ والله صراحه انا لا بدنا بعرف وين ضايعين معلم. الله على ويلون، انا خايف من اللعب له تزويت لهون يدريك يروحوا معلم. وال هذا هذا شايفين معلم؟ يمين وسطاني يسار مو هيك؟ عندنا هذا اوه ماني محمل الحزمه. عندنا هذا والله حتى هذا الاصفر طالع حلو مع هذا السكين. عندنا هذا الازرق يعني عم يتزمجون حلو كثير. تمام اوكي هنا بدنا نعمل له تزويت معلم، وهون عم يخلي لك عرض المزيد. قول لي شنو؟ اوبا حلو. هاي صراحه شباب انا صراحه أنا اقسم بالله يا شباب لحد الان ماني فاهمان هذا الحدث شو هذا وضعه معلم. اصبر هون اوبا شو قناعي؟ والله قناع ملك الناري. اوبا من وين طلع هذا يا ول؟ كنا فاهمين السيف كنا الدنجي. اذا بس على السكنات هذول بيعطون هالنقاط يعني ولا شلون؟ في هذا كان سكن فانتوم هذا وينه هذا؟ يبدو عندي يمكن تحت شو اسمه. هون في سكنات معلم. صار فهمت. واو شو الحقيبه يا ول؟ وين الحقيبه هي؟ وين نجيبها هي؟ ايوو دارك لو. اوكي يلا شباب ندخل هيك على السريع على التدريب عشان ما نطول عليكم كثير. اوكي شوف الثلج هي جبناها، ونفس الوقت نلعب شوي بسكن الفانتوم هيك على الخفيف اللطيف اللوز. هلا والله هذا هو السكن معلم. اوكي والله صراحه دخلونا بسرعه على المنطقه. اوه شوف التنين معلم شو عم يروي. ايوه هون شوي معلم. نشتري لنا ناخذ هذا الفوق نجرب. ما نظن نجرب الحقيبه الثلج من هون. هسه هون ياخذ الحقيبه دي هون شوي. انا ضعت انا دايخ ضايع شوي. انا دايخ لا تاخذوني. نجرب الثلج هاي الجميله. ايوه برو والله فيها والله الثلجات الجديده الشباب عم يحطوا فيها افكت صراحه. طلعت شيء بس انا حطيت بعدين هون ثاني يصير فيها افكت. انت بدك ابو تري طول بالك معلم طول بالك. اوه لما تطلع عم يطلع هي الافكت. السلام شوف شوف الثلج معلم في الثلج شو عم بيصير. وان شوف الثلج عم بتكسر. وان ما يموت يخرب بيت سنتك. اوكي طيبين الله يسعد ليكم. مرحبا طبعا عليكم كثير، ان شاء الله استمتعت بهذا المقطع. المهم شباب نسيت اقول لكم اياه بدايه المقطع، لا تنسوا تشتركوا كبر الشباب بالقناه الثانيه شباب، بنزل لكم يعني فيديوهات كمان اسطوريه. تمام ان شاء الله استمتعتوا معنا حبايبنا الله يسعد ليكم. رابط قناه الثانيه موجود بالوصف، ونتمنى لكم يوم سعيد ونشوفكم على خير ونلتقي بمقطع ثاني.